أجي بس حابين تعرف فينا عن حالك، ومن مواليد فلسطين، وين تولدتي، أي تاريخ، بس هيك حتى نتعرف عليك بالبداية. والله يا ابني أنا تاريخ ما بعرف وين تولدت، بقولوا 29، بعرفش صحيح كذب ما بعرف. تمام. أنا واعي 36 كنت هالقد، يعني 5 سنين يمكن أكثر سنين بعرفش، بس أنا بعرف يعني وبعرف مزبوط، واللي اللي بشوفه ما بضيع. اسمك بس قلت لنا شو اسمك، اسمك اسم الوالد طلعت أبوي. اسمك أنت واسم الوالد. اسمي حسنة ديب نازل نبهان. أهلا وسهلا حجي. إحنا بدنا إياك تحكي لنا على المنشية، شو فيها معالم، كانت حلوة المنشية على هضبة، شو فيها المنشية، احكي لنا على المنشية. المنشية كيف سروب على مشرف منعين، يعني فوق عكا، عكا منها وتحت. كيف المخيم وهون يعني هي كانت على هضبة، كانت على تلي. اللي على تلي. المنشية كتير فيها أشغال، والمنشية غنية غنية كتير. ليش؟ في أشغال من جميع البلاد تيجي عليها من جميع البلاد، لأنها ليش؟ سهل العمادة عينك وما تشوف، يعني فيش بحثة هالقد بسهلها. القمح عندها سور الفوت اللي تضرب صدر الفرس القمح، وبعد التالي عندها بيارات، عندها بيارات غير هاي العين اللي حكيت لك عنها. هسه هي فيها هي تل بشكل سهل طالع، البنشية تل بشكل تل وتحتيها سهل، من هول الشرق سهل. اجت الانجليز اخذت منا، عملت مطار طيران، واجت اخذت من الشمال هذيك من الشرق، واخذت من الشمال منا ارض، عملت كم للقنابل، كانوا يصنعوا قنابل. بالمنشي بجهه الشمال عملوا هيك، بجهه الشمال عملوا طيران، بجهه الشرق عملوا طيران مطار وشارع وتمشي الطيار عليه، وعملوا له بيوت لهاي للناحه مفتوحه هيك، وناحه بتفوت الطياره، وعملوا هذا الرادار ما بعرف شو بيقولوا. شايف هاي بأرضنا، ومن هذيك الناحة تل الإبل هيك عملوا كم قنابل، يعني بدك تقول مثل هون ونهر الأولي. هاي كلها البركس، بحد البركس يعني بحدود 5 كيلومتر تقريبا، ما بعرفش بالمتر. هون يا بنيي مدوا ترين، مدوا سكة لهناك، يحطوا القنابل بصناديق وحطوا لها مثل هيك لباد، وحطوا هيك فيها، كنا نقولها الضفدعة، الكركعة منقشة. شو هي بس، شو هي كيف فكرتها، يعني القنبلة اللي موجودة يصنعوا قنابل وحطوها بالصناديق، بيوت إلها، وإلها زردي. احنا يعني ما تأخذني، احنا كنت أنا صغيرة بس منيحة، يعني بفهم شو كانت هي الانجليز تعملها، هي الانجليز، هو للانجليز الانجليز تعمله، وبارضنا اخذت الارض منا وتعمله، وابصر وين توديه، تحطوا بهالترين الكنابل وما بنعرف وين تروح لهيك. تمام. حجي السؤال، لما انتوا بالمنشي كان شو اسم المسجد اللي كان بالمنشية؟ والله يا ابني المسجد ما إلي زمان مبني، بنوا مسجد يعني تقريبا بعده ما خلص، كانوا يصلفوا، احنا بنروح على عكا قريبة، بنروح نصلي الجمعة بعكا، والباقي كان يصلي ببيته. قامت أهل البلد لمت على كل شاب ليرتين فلسطيني، قمنا بنينا جامع. اجى واحد بيقولوا له خليل حمدو انطانا شقفة ارض،
من المنشية؟ من المنشية، شفت أرض قدامه مثل ما تقول هيك. بنينا الجامع. يعني مين بناه؟ إجا واحد من عكا بناه، أخذ أجاره. وأهل المنشية شرت الحديد وشرت البحث والرمل وكل شيء، وما استأجرنا حدا. كانت الشباب تجبل والبنات تزغرت وتغني وصبوا ظهر الجامع. وبنينا الجامع. يعني وصارت ايش؟ اول ما تصلى فيه الا نعمل عوض. والثاني تصلى فيه ثاني واحد حياه خالي. اللي هم قصدك المشايخ اللي صلت فيه؟ الكل صلى فيه، هذول وقت ماتوا صلوا فيه، حطوهم بالهذا صلوا عليهم بالجامع. يعني جامع جديد. ما يعني بعده مش مرسل منيح. طلعنا مش مرسل منيح بس نصلي فيه. انتوا الناس اللي صلت فيه بتعرفوا شو اسم الشيخ اللي كان يصلي فيه للجامع؟ كان يصلي فيه نمر السخنيني. نمر السخنيني. والمؤذن هو نمر السخنيني. هو كان يؤذن. كان يصلي فيه. تمام. كان في ناس عوائل نصارى في لا 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 ولا درزي ولا متواري ولا سني ولا احنا منشيين. حجي سؤال بعد انا ما بدي مدارس. كان في مدارس بالمنشيه كمان؟ كانت في ولا بعكا؟ لا كان في مدارس لاول صف وثاني صف وثالث صف. بعدين ينزلوا على عكا. شو اسم الاستاذ اللي علموك هناك بعكا؟ والله يما ما بعرف. انا ما تعلمت. كانوا اخوتي يروحوا تنين يروحوا يتعلموا بعكا. انا ما علموني، قال عيب البنت تتعلم. هاي بعدها كانت موجوده؟ بعد نعدم. طب شو اسمه اخواتك لما كانوا يروحوا على المدرسه كانوا يروحوا بس على راحوا بس على طعون المنشيه ولا راحوا على طعون عكا؟ لا خلصوا من المنشيه وراحوا على عكا. كان يعلمهم واحد مصري. مصري. وكانت حياة أمي تعزمه. عندها يعني طارش عندنا معزة وضل تعزمه وحليب ولبن وإشي ضل تعزمه مشان يدير باله أخواتي. يوم يخلص من هناك نزلوا على عكا. صاروا بعكا. بس شو تخرجوا؟ تخرجوا شيء أساتذي؟ لا لا ما تخرجوا أساتذي. بس إنه أخذوا علم بس. بس علم ما ت... لا لا. كانوا حسب كما يحكوكي في كانوا يرددوا النشيد الوطني ولا ما كانوا يحكوا؟ والله كانوا يرددوا بس مراسم بالمدرسه كان في يوقفوا ويقولوا النشيد الوطني الفلسطيني. كانوا يقولوا بس والله انا كل ما اقرب على اخوي وهو هي فاتح هيك يطحيني. تقلعي يقول لي انت فكرك منيح تقلعي. ما صرجيش اكبر مني لهن. يعني ما كنت تعرفي شو كان في تفاصيل بالمدرسه؟ لا بالمدرسه كانوا ينشدوا وكان حياه ابو نمر ينشد بس الله انا ما يخلوني اقرب. ما يخلوني. بعد ما تجوزت يقعد ينشد اجي الطي حده يقول لي تقلعي روحي لاولادك روحي هيك روحي هيك ما يخلينيش اقرب. ابو نمر هو زوجك؟ ما كانش يخليني لا مخوف ما القط لي كلمه. حجي هسه حكينا على المساجد اللي كان في كانوا كنتوا تصلوا بالمسجد هاي طلعتوا قبل ما يخلص بنا. وكان في عندكم مدرسه بتعرفي شو اسم المدرسه قلتي لي؟ كان نمر هذا شو اسمه؟ واحد يعني من المنشيه كان يعلم. من المنشيه. شو اسمه اسا؟ ابراهيم السخنيني. ابراهيم السخنيني كان الشيخ. يعلم. مش شيخ لا كان شاب يعني منيح بالعلم. قصدي انا الشيخ اللي كان يقدم بالجامع هو من عيلة السخنيني صح؟ من عيلة السخنيني من عيلة السخنيني. طيب هسا بعكا مثل بمجيد عكا بتذكر انا مثل ما قارئين عندنا بالموقع في شيء بيجي مي من الكابري وانهار من الكابري من عيون الكابري. مي كانت غنية بالمي المنشية ولا ما كانت غنية بالمي؟ يعني فيها مي انهار عيون المنشية فيها مي كثير. المنشية فيها مي كتير، فيها عين العسل كان يقولوا له عين العسل وعين لاتيني. هاي بتيجي من الكابري عالسمرية عالمنشية عالعكا.
شايف ما عم قلت لك هون هاي ميه يعني غير المواتير. المواتير عندنا كثير. شو بدي اعد لك كم مطور؟ كثير. الزحمد له مطور، علي عطور له مطور، دار رستم الهن مطور، دار دعبس الهن تنين، دار حمادو الهن تنين، دار السخنين الهن واحد، فستق الواحد، هاي كله بتصب بارض المنشيه. واكثر كمان. المواتير هن ياخذوا من العين لا لا بحش بالارض. زي الابار يعني. كيف هسه المواتير اللي بالارض؟ فهمت عليك. هاي مواتير هيك حلقوا المي. احنا عندنا كمان لانها المواتير بعاليه وبتنزل المي بسهول. يعني البيت الجان عنا، العرانيس عنا، الخيار عنا، البدقي عنا، كل شيء عنا، كل شيء كل شيء. هاي كنا نورد عحيفة ونورد عكا. كان كنتوا تزرعوا حامض وهاي ولا؟ بلا ولا بس خيار؟ حدنا البهجي. حدنا البهجي ما كنا بالارض نزرع. يعني انت لك هالبيارة تزرع اربع خمس تفاحات، يعني تزرع اربع شجرات حامض. ما تزرع اكثر. بس حدنا البهجي، حدنا البهجي بيقولوا لها البهجي، ويعني اللي بروح كان يجيب صورتها. البهجي ما فيش منها، يعني دورتها قد سراب واكثر. شو هي البهجي بس حجي؟ البهجي كلها حامض وليمون وقرفوت ومواردي وكل شيء، يعني حمضيات. هي كانت يعني منطقه قريبه من المنشيه؟ نروح نجيب منها مثل هون ولا هذا. يعني شو اسمه؟ عشان هيك انتم ما كنا نزرع ليمون. ما كنتوا تزرعوا ليمون؟ لا. تشتغلوا بشغلات ثانيه؟ احنا نشتغل شيء ثاني. يعني تزرعوا حامض، تزرعوا خيار وبندق والشغلات الثانيه. ايوه ونخي وما ادراك. طيب المنشيه شو كانت تشتهر المنشيه؟ شو فيها حرف؟ فيها كان اشغال يدويه ما اشغال يدويه؟ شو كان فيها؟ والله في ناس عندها يعني مثل ابوي عنده 30 40 راس معزه شميات. في واحد يعني اللي انت عندك الاني بقره منوحه لك، الثاني هيك الثاني هيك، لانه حدنا كمان بستان بيقولوا له بستان ميتس كان للدوله، وحدنا بستان بيقولوا لها الدبويه، هاي من جميع الله خلقوا فيها. احنا ناخذ منها بنص القيمه، نشتغلوا فيها لك شهريه. تشتغل الصبح فيها لساعه واحده او لتنتين، تنتين، وبتنزل تشتغل بارضك. شايف احنا كثير كنا مبسوطين، يعني احنا اهل الذهب واحنا اهل المصاري. من ايش كنتوا معكم مصاري منيح؟ كثير كثير ذهب، وما خلي مصاري معنا، كله نشتري فيه ذهب. يعني اللي ما عندهاش كيلو كيلو ونص ذهب. يعني كنتوا تشتغلوا اول شيء بارض الدوله؟ زلامنا تشتغل بارض الدوله. ارض الدوله على الساعه 2 ترجع على تشتغل بارضها. وانتوا النسوان شو كنتوا تشتغلوا؟ هاي انا شفت عندك مثل هيك شغلات، ممكن تجيك بس نشوفها مع بعض تشرحي لنا عليها. هاي تيجي المي من الكابري. من الكابري في قناطر. هاي القناطر موجودة بالمنشية. بالمنشية شايف، وبتقلط من السمرية، وبتقلط على الدبوية، بتقلط على المنشية، بتقلط عكا. هاي القناطر، وهاي القناطر المي فوقها. المي ماشي هون. شايف؟ تمام. هاي ماشي هون لمين؟ لعكا. بس لعكا. تمام. بس. هاد شغلك أنت حجي. هاد شغلي أنا إلا شو. كان نسوان في كثير نسوان تشتغل شغلتك ولا بس انت تشتغلي هيك؟ نسوان قليل. انا اشتغل بالنهار من الخضره وإشي يعني، وكنسي تحت المعزه واعملي، بس بالليل اقعد اشتغل. اشتغل تقول لي امي قومي نامي، اقول لها يما ها قدام امي انا ما خليتها تروح، اقعد اشتغل. خلص بشتغل. هاي هون قناطر. هاي القناطر، وهاي قنات المي. اياها ركبتها. ها ركبتها، شايف كيف؟ تمام. شايف؟ هاي ها شوف، هاي قناطر، هياها ها هاي قناطر، وهاي قنات المي فوق على القناطر راكبه. تمام. هذول كلياتهم يجوا من
السميرية للكابري، للكابري للسميرية، للمنشية لعكة. لعكة هذا أنا عملتها هيك استذكار، مش كل وحدة بتحيكها. ما قالت لي أمي حماتك الله يقصف عمرك. الله يقصف عمرك عملتي على الهاي؟ قلت لها اه عملتها. طب ليش عملتي شيء حتى يخلد لفلسطين حجة؟ هاي استذكار لبناتي، لو كلن اشتغلت لهن كلن كمان. هاي استذكار اذا انا متت بتذكروا المنشية. هاي انا طرحها. هل قد بتحبوها المنشية؟ شو السبب انكم تحبوها لهالدرجة؟ طيب وعلي ومتنا وما طلعنا، وما طلعنا بخطرنا يما، ما طلعنا بخطرنا احنا. احنا طلعنا غصب عنا وضرب دير ياسين، وكانت الشباب وزلام تغار على الارض. شايف؟ انت تهرب باختك تقطع الدنيا، مش على روحك. تهرب باختك لانه انفحشوا. اليهود. اليهود، اي تقول ايه بموت انا وبشوفش اختي يعني فيها اشي عاطل. كانوا يهربوا، مش والله ما من الموت، والله كانوا يهربوا على العرض. بس شو نعمل احنا يومنها اليهود الانجليز جلت. كيف جلت من بلدنا؟ بدها تجلي، بدها تروح، ما هي على 30، مش عندكم بالتاريخ؟ بدها تحكم 30 سنة الانجليز وتجلي وتروح. يوم بدها تجلي وتروح، ما كانوا سنة 36 كانوا يقتلوا يضربوا الانجليز ويحبسوا يعني دولة. يومين بدهن يروحوا، كيف بدهن يعملوا؟ بدهن يطلعوا وحطوا اليهود بدالهن. اليهود كنا احنا وياهن اصحاب كبانيات يعني، واحنا يعني ما يسترجوش يلكوا معنا، ما يسترجوا. كان في يهود كان في يهود بلديات. بلديات نعزمهن على العرس ويجوا مبسوطين ونروح احنا وياهن ولا ما في يعني. يعني فلسطينيين ديانتهم يهود؟ اليهود فلسطينية قاعدين يعني متبلدين. متبلدين. وهون من عيلة مين؟ في عندهم عوائل، في شي عيلة منهم شو اسم عيلتهم مثلا؟ لا والله لا ما بعرف عيلتهم، بس هن يعني تشتغل انت وياهن واصحاب انت وياهن، بس تجوز تعزمهن ويجوا مبسوطين ويروحوا مبسوطين وياكلوا من يعني فيش. هذول الهن يعني كبانيات وقاعدين. يوم من هجلت الانجليز صارت ممنوع التجول، اللي طلعت انت يقوسوا عليك، خلص فوت على البيت. اتريتهم شو بيعملوا؟ باخذوا باخرة انجليز بجيبوا باخرة يهود. هذول جلب اليهود اللي احنا وياهن، جلب اللي عملوا هيك. هن شو بعتوا لنا اليهود الكبانين اللي حدنا؟ بعتوا وراء صفرة والله ونعفوها، انه خلينا احنا وياكم سوا، وهذول يهود هذول هجانة، مش يهود هذول هجانة. شايف؟ ما نحس يعني انه حي الله الانجليز تطلع بالليل ما بالنهار، تطلع بالليل وبورعي حيفا ما مسكته الانجليز، ضلت مسكته ما ضلش اخر جندي. كانوا يطلعوا من حيفا، طلعوا السفن فيها بريطانيه، يكون جاي سفينة تاني فيها اسرائيل باخرة كبيرة. تيجي غير الجندي يحط اوعي بحقيبته بظهره، وبالليل بالليل وحدة تطوي يعني اشي يطوي واشي يرحل، اشي يطوي واشي يرحل. تيجي كيف اللي بتبدل العسكري؟ اللي يجوا يستلموا محل اللي يروحوا. يهود وروحوا يهود. تاخذ اللي يروحوا وتجيب بدالهم. وما احنا ما نقدر، حيفا يافا بلد الشيخ ايش كله 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 مطوع، ما يخلوا شاب يطلع ولا مره ولا شيء. ما هن بجلوا، ما هو متى ما جلوا احنا بدنا يعني غير. بس هن ما نحس الا اليهود يعني الانجليز يعني، ولابس لبس انجليز وكل شيء. هاي اللي عانينا. بيوم انه نعاد احنا اهل المنشيه بيحكوا عبري. في شباب بيحكوا عبري، محمود حمدو بيحكوا عبري، وهبي بيحكي عبري، محمد حمدو بيحكي عبري، يعني في شباب بيحكوا بيعرفوا عبري،
ما احنا دخلنا احنا وياهم وكانوا يشتغلوا سوا ويعرفوا عبري. بس كان بالتعليم يتعلموها تعليم ولا من خلال؟ لا من بعضهم بعضهم. لا من بعضهم من اللي منه ومنه يعني. انت رفيقي وانا بتعلم منك. يعني يكتبوا هذا لا بس يتعلموا يلقطوا يلقطوا الكلام. هون يومنهن الله يحميهن ووفقهن ملوك العرب. شوف اخطائيتنا شو بتعمل فيهن بعد. قالوا اليوم اجى واحد يعني حسن لعبس فلان فلان كبار هالمخيم هالمنشية. مين كبار المخيم حجيب؟ فيك تعددين اياهم؟ في كبار المخيم حسن لعبس، في حمدو، في ياسين مناع، في نمر مناع، في علي العبد الله، في كبار يعني، في حسين الحج حسين، في هذول كبار. كان مختار لل كان نمر السخنيني مختار، بعدين صار ابو الامين مختار، امين خريبي. ابو الامين خريبي، علي خريبي. اخوه متعلم عيسى خريبي، متعلم يعني ألسن كثير انجليزي وعبري وغيره وغيراته. كان في مخطره هو مختار. هو علي خريبي. علي خريبي وخذ الاولاد وسجلهم بعقب اوراق الاولاد وإشي. في مخطره. قالوا يا جماعه هيك هيك الانجليز واليهود طوقتنا، بدنا نشتري سلاح. طيب انتوا كم شاب؟ اربع شباب، كل شاب عليه ليرتين. ما كان عندنا كهرباء. كهرباء بعكا احنا ما عندنا. ضي. ضبوا من هالشباب كل شاب عليه ليرتين. قاموا مدوا كهرباء داير البلد. داير البلد. مدوا امدان كهرباء وصارت تضوي. بعدين ضبوا من بعضهن قالوا تعالوا بدنا نلتقي بالديوان. التقوا بالديوان. انت عليك تشتري تومجن، انت عليك تشتري بارود، انت عليك تشتري هيك، كل عيلة تشتري قطعة. كل عيلة تشتري قطعة. كبار المنشية، كبار المنشية. العالم جيبوا لأهل المنشية، للشباب اللي مثلك ومثله الله يخليهن بدهن يحملوا بارود. قالوا احنا والله شارع حسن دعبس تومجن. الفهد دعبس. شاروا كل بيت شرى قطعة. كل بيت شرى قطعة. مش لا احنا ما لنا مصاري نشتري بس بدنا مين يبيعنا، بدنا مين يعطينا، وشباب اللي بدك اياهن يعني الموت ما بيهبوه حرام. احنا اجى علينا دار منا بدنا نشتري. والله شرينا نقصت 15 ليره 100 ليره والله 100 ليره البروده شريناها نقصت 15. شو قال حياه ابو نمر؟ قال نقصت. قلت له هاي ذهباتي ارهنهن ما بصرفهن ارهنهن. والله حطيتهن بكاسه هيك ملات الكاسه. وين رهناهن؟ رهناهن عندي دياب ابو هيكل من منشي. من منشي بكون خاله لزلمتي. خاله لزلمتي رهنتهن عنده. اخذنا ال 15 ليره. قال له يا خالي اعطيني كمان خمسه كمان خمس ليرات. قال له هاي 20 بالذهبات. بس بقول لك بطلع الله اعلم. انا ما زنتن الله اعلم. كيلو اقل شوي اكثر شوي والله ما بعرف. اخذنا 20 شرينا البروده ب 100 ليره فلسطيني. عم اقول الله وكيل ما بذل عليك يا ابني. وشا بدنا رصاص الها. قام جاب صندوق هالقد هالقد والله حقها 6 ليرات الصندوق هالقد. قد ايه وقفت رصاصه؟ 6 قروش فلسطيني. والله كل رصاصه ب6 قروش فلسطيني. قاموا قعدوا بالسهل يعملوا رمايه. يعملوا رمايه. لشو عم يتدربوا كانوا عم يتدربوا عشان يقتلوا اليهود يعني؟ الا احنا خايفين الا خايفين انه يهجم علينا اليهود. شايف؟ يدهب. اي سنه كانت؟ تقريبا 47 47 47 من مدت 47 صار. انت تروح تقول لك امك ولك يا يما حقها 6 قروش ولك يا يما منين بدنا نجيب؟ ما فيش هو حدا يبيعنا نشتري. ما بعرفش منين يجيبوا.
يجيبوا هالقد والله يا خمس 6 ليرات فلسطيني، يعني توقف الرصاصة ب6 قروش، 6 قروش فلسطيني. قول احنا معنا مصاري ما تفرق معنا. نشتري، روحوا هالشباب يحطوا كالي هيك وروحوا ينشنوا عليها. تجي حياة حماتي تقول والله يقصف عمرك يا فواز، ما خليتش بدنا يا مشحر، ولك كلهن ودرتين، ولا ما بدي اصيب. يقعدوا يتصايبوا، والله النسوان كانت تروح، والله العظيم غزال ابو زيد كانت مثل الزام تناشن، والله هاي سعده ام علي كانت تضرب بالباروده. انا بس اقرب عليها اقول لي نلقي، ما خلينيش اقرب عليها. والله ما يقبل، بس هذيك ينطيها جوزها تروح تضرب على الكيل، بس في الزلام في نسوان تروح تضرب. هاي غزال ابو زيد عيشي، والله تروح تضرب، وهاي سعدة توقف وتضرب. يعني كان عندكم انتم زي ساحة تدريب يعني؟ بالسهل. بالسهل. بالسهل سهلنا، سهلنا كبير. سهلنا كبير، سهلنا لكوكات ولكفر ياسيف ولجديدة وللمكر حدوده. هن هيك فوق واحنا سهلنا. كبير سهلنا كثير. هاي السهل اللي اخذوا منه البريطانية اخذوا منه. اخذوا منه، كانت تطير من عندنا الطياره وين تضرب بعرفش، تيجي طيارات وتضرب. بس تضرب وين؟ محلات الحكومه. محلات الحكومه كانت تضربها قبل ما نطلع، بس منين تضرب اللي تطلع من عندنا بعرفش. كانوا يقولوا المانيا، وما المانيا تخرفوا شايف، واحنا ما البنات ما يخلونا نصنط مع النسوان، يطحونا ما يخلونا. عيب البنت تقعد حد النسوان، شو بتتخرفوا؟ تطحينا حينا. والله هالطيارات تطلع من عنا وين تروح بعرفش، تيجي طيارات وتضرب بعكا وبحيفا، بس ما دوائر الحكومه، بس دوائر الحكومه تضرب علينا، ما تضرب ولا اياها بلد، بس على دوائر الحكومه، وين في حكومه الها دوائر تضرب عليهم. هاي بعر، هاي كان ضربتها. طب انتوا هسه تدربتوا وكل شيء، وهاي وكل واحد صار عنده سلاح وقطعة سلاح وهاي. لما اجوا اليهود يفوتوا على منشي، انتوا شو سويتوا؟ قبل ما يجوا اجى حسين الحاج حسين له تراكتور، قالوا ابحشوا حول البلد استئامات. قاموا بحش حول البلد استئامات، وهالشباب تعمل استئامات، داير ما ينضار مثل ما نصبوا الكهرباء. صار انت عليك ساعتين، انت عليك ساعتين، الثاني عليه ساعتين. الشباب حراسي يعني؟ حراسي، حراسي حراسي. هون وطلعوا شباب، هذول معهن برنات ومعهن مش عارف الشو، يطلعوا وين؟ طلعوا على تل الفخار. تل الفخار كيف عنا؟ كيف هاي الميومية؟ وكيف احنا هون؟ شايف؟ جبل وش جبل؟ احنا على جبل وتل الفخار على جبل، بيقولوا له تل النابليون. قاموا الشباب طلعوا عليه، طلعوا عليه، طلع ابن ابو الصغير وطلع ابو العوف وطلع، طلعوا كلهم، ناس ضلت وناس طلعت من خوف. ايش؟ لانه هذا الجبل كيف؟ جبل هاي طريق من عكا بتقلط شارع صفد، وهاي من هون بتروح على السمريه وعلى هذيك البلاد، وهاي من هون بتروح على حيفا وضواحيها ويافا وهذه البلاد مصلبيه، والجبل مثل هيك. هاي المصلبيه بدهن يحموها، ما حدا يمسكها غيرنا. طلعوا على الجبل، يوم طلعوا على الجبل والله يعني والشباب متحمسه. في الشهر زمان، شهرين زمان، الا اجى جيش الانقاذ. انزلوا، شو جايبين هالعلم رفرف، وجايبين هالدبابات، وجايبين هالمدافع، وجايبين يعني عده تامه، عده تامه. انزلوا، شو معكم هالبارود بدكم تحاربوا فيها؟ شو معكم هاي؟ شو بتعمل؟ احنا معنا هيك، احنا معنا هيك. نزلوا الشباب وعدهن جيش الانقاذ، جيش الانقاذ. طلع المختار قال له يا جماعه احنا ما احنا خايفين، بس احنا منخاف على العرض، وهدول يهود ما إلهن اركان. شو بتقول قدامنا هيك؟ احنا هيك، احنا هيك،
جيش الانقاذ. والله يا ابني وصاروا يكرموهن، نزلوا الشباب وصاروا يكرموهن. اليوم عرباية دار مناع بتودي اكل، ثاني يوم عرباية دار دعبس تودي اكل، ثالث يوم عرباية دار هذا الزحمة تودي اكل، نودي لهن فطور وغدا وكل شيء. اللي تخبز بالفرن كل يوم تحط الرفاه. جيش الانقاذ طلعوه لجيش الانقاذ اللي هو عم هو قاعد على الجبل، على الجبل عم بيحمي المدينه، على الجبل بيحمي المدينه وبيحمينا وبيحمي شارع صفد. شارع صفد هيك بيطلع. طيب والله يا بني يوم والله الدنيا الصبح قبل في النهار منيح يعني، والله حاطه بدي اعجن انا، لا هالولد عم بيبكي وبدي اعجن، وابو نمر بحرص طلع عليه الحريص بحرص. انا قمت بدي اعجن، نخلت الطحينات وقبل كنا خميره نقيمها هيك الرغيف خليها خميره، وحط الميات وبعد ما بديت اشفيهن ولا كرت هالرصاص قامت. ايه يا مرت خالي قومي صوف. كنهن تضايق جيش الانقاذ ويضربوا نجده، هذا رصاص احمر ضربوا بالاول وبعدين نزلوا كار. قامت الشباب اركضوا اللي على التل، جيش الانقاذ اتضايق راحوا يركضوا. ما في حرش قبل ما تقطع شارع صفد، في حرش بدك تطلع الجبل في طريق زفتي، طلعوا يركضوا ولا هن شو بقولوا، هيانا طولوا بالكم هيانا جينا. هن قالوا هالكلمة والله غضب عليهم، صاروا يرشوا عليهم وقامت الزلام صارت تزحف لورا من كانوا يتمرنوا. صواب أبو العوف، صواب ابن الصغير، صواب علي طقان، صوابوا صاروا يسحب واحد يسحب واحد، صاروا يحلوا وفاتوا بهالحرش ورجعوا على المنشية. شو قالوا؟ قالوا يا جماعة يهود بورط، ما هن بيعرفوا الانقاذ وين؟ عز سلمهن وراح. اللي سلمهن يوم زي ما بتسلمني هالدفتر، طلع جيش الانقاذ سلمهن وهرب جيش الانقاذ، قلط من هون طريق بيروت وراح. هني حرام قالوا تضايق جيش الانقاذ، ساعة ما طلع الرصاص قالوا تضايق جيش الانقاذ الشبكه. بدنا نروح نفزع له. بدنا نروح نفزع له. طلعوا الشباب فوق. فقام طلعوا هذول اللي فوق كاين قبل ما يتعمشقوا الجبل، ما جماعتنا تحت وهن فوق الجبل. بلشوا الهندرش وين بدك تهرب؟ بدك ترجع ارجوع. بدنا نرجع ارجوع. خرقنا وين؟ بالحرش. سحبوا اللي هالتصوب سحبوا بعضهن، وهاللي ضل طيب ضل يزحف على بطنه لبيارة كايد ضل يزحف على بطنه والبارود بظهره. بيارت كايد هاي من منشي. كايد العويس. قالوا يسحبوا لهناك. وقت صار بطل طول هنا رصاص. قالوا يلا يا جماعه لاهل المنشية تقوا يا كبار، قالوا يا عمي اطلعوا الحريم والعجاز واطفال اطلعوهن. وين بدنا نطلع؟ قالوا اطلع على الدبويا في خير خميل وماكني يعني وإشي. رحنا قعدنا محل مع البقر ومع الخيل. بعدين صاروا يزتوا علينا شي ما بتقدر يعني، يضربوا علينا. قمنا دشرنا الدبوية وطلعنا ضلينا نركض لوين؟ لكفر ياسيف. طلعت النسوان وظلت زلام. ظلت زلام، زلام ما اخذت لا حق ولا باطل. خلصوا ايش؟ الرصاص خلص. وهاللي فوقك وانت تحت شو بدك تحصل؟ قالوا يلا بدنا ننزل على عكا. استلمت اليهود استلمت المصلبية، اللي بتروح هيك واللي بتروح هيك واللي بتروح هيك واللي بتروح هيك من الأربعة اتجاهات. الأربعة مصلبية الشوارع. قالوا روحوا تنا ننزل على عكا. نزلوا على عكا يحاربوا. جاهن ايش؟ أخ شو ما صار فيهن والله، بلول الواحد ما بيشفي، حرام الأسلام. قال بقى اجت النجدة، بعتوا لسوريا اجت النجدة، هن سوريين هن ما بعرف. قال بعت لنا سلاح. قالوا يا عمي احنا ما بدنا رجال، بدنا سلاح.
ولهن والله يا ابني باعتين، شفت هذا شحن الموز كيف معرم؟ باعتين سلاح مثل ما هو معرم موز، سيارات ملانه. مين بعتن هذول حجه؟ بعرفش، بعتتهم سورية غير سورية ما بعرف. الحصول اجتنا نجدي بس اغلب مصرية، لان اقرب شي سورية. بعتتها شو سلاح وشو هذا الشحن حامل ايش؟ صناديق. وهذا الشحن حامل سلاح لوين؟ لفوق. طيب خلص احنا ما ضلش معانا بارود موجودة بس فيش رصاص. قاموا هجموا هالشباب وهجموا على طريق عكا. عكا ما إلهاش إلا بوابة واحدة تفتح للشرق. قامت الإنجليز كسرت قبل ما تنقلع، كسرت وعملت جسر وعملت من الشمال واحدة، شايف؟ وواحدة كسرت من تل البحر، كسرت واحدة مشان تشنق العالم، كانت مشنقة، كسروا للمشنقة اللي بتشنقوا ابنها يجي ياخذوه. حصول عملت دارين، عملت ضربين على عكا من عدا البوابة. عكا ما فيها الا بوابة، هن كسروا وعملوا وبنوا جسر. بهون شو بدهم يعملوا؟ راحوا على عكا، حملوا هالبواريد وراحوا حطوا هالبواريد عجن وتولوا هالبواريد، ولا هالبواريد بس تضرب الإبرة تنكسر فاضية. قال خلي النسوان تروح تاخد من عكا سيف، كان سيف هيك، وتجلي تجلي الرصاص. يجلوا راحت، والله النسوان كبار، انا ما روحت، كان ابني صغير واللي راحت اللي اكبر منه. صاروا يجلوا ايش؟ الرصاصه يجلوها ويحوها وحطوها، ما يضربوا ما خربان منهم. شو بيقولوا لها هي الكعب هاي الكبسونه خربانه، يومها خربانه، يجيبوا هاي الابره تنكسر. ليش؟ مصدي ومتخطخه يمسك ما تقبلش. يقول للشاب يقول هيك للبارود وزتها، الطول الثاني الطول الثالث الطول الرابعه ما في. مين اللي ابي وابه عكا؟ في جدعون، في سليم، في احمد، لا احمد شكر على الدايره، في ثلاث اربع اللي بدك اياهن، في محمد سعد. هذول اجوا من المنشيه؟ هذول واحد من المزرعه، وواحد من عكا، وواحد من المنشيه، وهذاك بعرفش منين والله، على بوابه عكا. بوابه عكا مشرف عاليه. كل ما هذاك يضرب يحصد، كيف تحصد القمح؟ هن يهجموا على البوابه يحصدوهم. خلص ما ضلش معهم، ما ضلوا في الشواء حين يود هاللي احنا شريناه اشتغلنا فيه، واللي ما شريناه ما بطلعش. كلها تشوفها مرميه، ونسوان عكا ونسوان المنشين نزلت تطبخ مشان ايش؟ يضلوا حاميين عكا. سفقوهم عن التل اللي اخذوه، سفقوهم بالمدافع، قتلوا منهن، وايش انجرح وايش انقتل. احمد شكري وين؟ ابوه اذا بتسمع، ابوه وحيد. وحيد بتسمع فيه؟ لا والله. هذا دار مناع. ابو زلمه مش حي الله، يا ريته ما خلف ولا كلف. احمد شكري وين هو؟ كان بوليس. عايش حقل؟ حقل هذا اللي هيك بنخ عايديه. شو بيقولوا له برن ولا ايش بيقولوا له؟ والله ما بعرف. وشرشور له سلاح. ومنين اطلع؟ الدايره هيك، وله طاقه من هون، طاقه على رابع طابق. اطلعوا ومعاه صندوقين، اطلعهن. هو عسكري، وعسكري وفهمان ومتعلم. هون يخليهن تيهجموا على الدايره، يكون رششن، يكون رششن، فوج يروح وفوج يجي. يقول لي والله هذا صير في ابو خالد، يقول لي راس الواحد مثل هيك، مثل الروسيين. يومين هن قام مين دل عليهن؟ واحد بيقولوا له فرج من عكا، ك
كان يبيع جرايد، هو كمان واحد دلوا عليه، قاموا برموا له، فسدوا على هذا وحيد، على ابوه الوحيد، ابوه الوحيد احمد شكري، احمد شكري مناع، احمد شكري مناع، اه داروا له ناولوه طلقه من الطاقه، هو داير وجهه هيك والطاقه من هاي الناحيه، هن هو عم بضرب هيك عليهن، ما انتبه، هو عارف ظهره محمي، بس انه قلطوهن سفوا جتوا هون. ثلاث ايام وهو على البرن مرمي، ما قدروا يفوتوا له، لراحوا جابوا اهله من مجد الكروم، تاجت امه وابوه وطلعوا معهم وقبروا عند تربة الشهداء. احنا عاد ومنا نروح اهل المنشيه، التزمنا عكا، اللي ضلينا احنا وكفر ياسيف، ونزلت هالشباب على عكا يوم انكسرت عكا، اللي سبح بالبحر واجا، اللي بيعرف يسبح، احنا بنسبح وشبابنا من البحر حدنا مش بعيد عنا، مثل عين الحلو وصيدا، اللي عرف يسبح سبح، واللي عرف له طريق هرب، كلنا التقينا بكفر ياسيف، واللي مات مات، واللي ضل ضل، وهربنا على كفر ياسيف. كفر ياسيف لحقونا لحقونا هون الخوري، مسيحية فلسطين كتير منيحة، هون طلع مين؟ والله لقونا، والله بالأكل، والله فضوا المدارس، والله يا الخوري شباب مثل حكايته هيك، حملهن الخبز على ايديهن، واثنين حاملين دستبوا الحلقتين طابخين مجدرة، شايفة؟ واجوا فرقوا على هالطفال، جوعان الفش، طعموا هالطفال طعموا هالكبار، هن المسيحية، قامت هجمت علينا اليهود، يوم انهجمت خلص استلموا عكا، 15 يوم إني يقاوموا، وأكل يجي الشاب مثل مش قادر يسحب حاله، ويطبخوا، راحوا أهل المنشية وأهل عكا كانوا يطبخوا لهن، بس ما ضل شيء، ما ضل ما ضل، وسلاح ما فيش، اتولوا على عكا، قاموا كل من يوم انكسروا، هاللي معاه بارود سحب حاله بين شوك بين بلان بين صخر بين إشي، راحوا كفر ياسيف، كفر ياسيف هناك قعدنا، يومنا قعدنا اهالي المنشية طلعت على كفر ياسيف، كفر ياسيف بعيدة عنا مثل النهر الأولي، يعني شيء وصيدا، يعني مثل صيدا والأولي، يم مثل صيدا والأولي وأبعد شوي، لا مثل المخيم والأولي، والأولي هيك شيء يعني، ايش هيك يعني، الله أعلم، بعرفش كم كيلو ايش، ما بعرف. قعدنا تحت هالزيتون نبكي ونهار. كان في سيارات اخذتكم ولا رحتوا مشي؟ هالمسافه رحتوها مشي؟ مشي. مشي، احنا رحنا مشي. هالشباب وهالصبايا مشيت، والختياري شو بدهم يعملوا فيها؟ راحوا الدبوي حدنا. راحوا شدوا القارات، قارات الدبوي ما فيهاش حدا. شايفها راحت من هاليهود. شدوا على هالقارات وصاروا ينقلوا. هاللي مخلفة، هاللي مريضة، هاللي مريض، هالزلم الكبير اللي بقدرش يمشي، صاروا ينقلوهم ويحطوهم بكفر ياسيف. حجي انت لما كنت قلتي لي كان عندك ابنك نمر. 15 عمره. الوضع لما كنتوا عم تطلعوا، شو تذكرتي وانت طالعة وانت ماخذة؟ بس اخذتي ابنك وطلعتي؟ ما بدي شيء غير ابني. اخذتي غير هيك؟ ما بدي شيء غير ابني، ما طلعت ولا شيء. ولا شيء. طلعنا على كفر ياسيف، والله حيونا حرام، وقام ايش لحقتنا اليهود، بدها الشباب لقاومتها، الا بدها الشباب، وشو كلكم انتوا فزعتوا، ابني فزعوا وجوزي فزعوا، الكل يعني بده يدشر، يعني كل الشباب، بدهن الشباب هون، قاموا فرط الملحفه وحطها على الكنيسه المسيحي، قالهن ابدا ولا ممكن، يفحلكوا تفوتوا، اجى قال يا جماعه خلي الشباب تترفع، الشباب تترفع، بس انا كيف بدي اخليك تروح انا ورا، تخليني وراك، بدي الحقك كمان قلبي بغلى عليك. رحنا طلعنا من كفر ياسيف عجولس،
كنت رحنا على يركة، رحنا على يركة، يركة تحت الزيتون، لقينا أهل. شو كيف